صباح النوار مرة أخرى لكل الناس اللي التحقوا بنا توا من خلال القناة الوطنية الأولى، وما زلنا معنيين نحن ببعض الاضطرابات والتغييرات الجوية اللي حكينا عليها في العديد من المداخلات. نشاط الخلايا الرعدية كما توقعنا البارح، كميات الأمطار وصلت ل 31 ملم في منزل شاكر من ولاية صفاقس، على كميات في سوسة كانت في كوندار 28 ملم تقريبا، من ملم ل 19 في ولاية القاسرين، أمطار وصلت ل 14 في ولاية سيدي بوزيد، 13 ملم في بومرداس من ولاية المهدية، من ملم إلى 10 في قصيبة المديوني من ولاية المنستير، وأمطار عموما متفرقة لم تتعدى 3 ملم في القيروان، ملم وحيد في سليانة، والخصوصيات هذه ما زالت تسبيا متواصلة في فترة ما بعد الظهر. نشاط الخلايا الرعدية اللي ترافقها أمطار، إمكانية تساقط البرد في أماكن محدودة، الانطلاقة تبدأ كالعادة في المرتفعات الغربية لبلادنا. المناطق المعنية بنشاط الخلايا الرعدية مناطق شمال الغربي، الوسط الغربي، وأيضا حتى شمال ولاية قفصة، وقد تتفرع سحب رعدية لتشمل بصفة تدريجية سيدي بوزيد، القيروان، وأجزاء ممكن من زغوان، سوسة، المنستير، المهدية، صفاقس. إمكانية تساقط البرد في أماكن محدودة مطروحة اليوم في سليانة بالنسبة لسيدي بوزيد وأيضا القاسرين. والإيجابي في حال الطقس اليوم هو كونه درجة الحرارة والحمد لله ما زلت في مستويات مقبولة ومقبولة جدا، 27 درجة كأعلى الأرقام قد نسجلوها اليوم في إقليم تونس الكبرى، 26 في جيت وطن القبلي، 26 أيضا في أقصى شمال في بنزرت قد نسجلوا 27 في زغوان، ربوع شمال غربي 28 في باجة، في جندوبة، في سليانة 25 في الكاف، في مناطق الوسط نتوقع تسجيل 24 في القاسرين، 25 في سيدي بوزيد، 26 درجة في القيروان، في جهة الساحل، في سوسة، في المنستير 24، 25 في المهدية، في عاصمة الجنوب صفاقس، 26 في قابس، نتوقع تسجيل 31 في القاسرين، في قفصة 31 درجة، في مدين 33 في تطاوين، في قبلي 35 في توزر، وأعلى أرقام بتكون 40 في أقصى الجنوب، في البرمة وفي برج الخضرة. نشاط الرياح يطلب نصيب من المتابعة في عدد من ولايات الجنوب، قد توصل سرعتها اليوم إلى مستوى 45 كيلومتر في الساعة، إمكانية ظهور دوير رملية محلية ممكنة في مناطق الجنوب الغربي على غرار توزر، قبلي، وأيضا قفصة. وفيما يخص تطور الوضع الجوي بداية من يوم الغد إن شاء الله باش يكونوا معنيين بمجموعة من التغييرات، هنا نحكي على ارتفاع مرتقب في درجات الحرارة خلافا ممكن الأرقام والأجواء الطيبة اللي باش يكونوا معنيين بها خلال الساعات القادمة، مع تنقل التيارات الهوائية للقطاع الجنوبي بداية من يوم الغد إن شاء الله باش يكونوا معنيين بنسق تصاعدي في درجات الحرارة يتعزز أكثر خلال يوم الجمعة. مؤشرات نشاط السحب الرعدية في فترة ما بعد الظهر بالمرتفعات تبقى هي تطلب منا نسيب من المتابعة بالنسبة للوضع الجوي خلال يوم الغد وما بعد يوم الغد، ومبدئيا ملامح الطقس خلال نهاية الأسبوع تمتاز باعتدال واستقرار أغلب العناصر الجوية، يقابلها انخفاض طفيف وتدريجي في درجات الحرارة بداية من يوم السبت. تعرف وقت اللي نقرب بشوية بشوية لنهاية الأسبوع المعلومة الشاطئية مطلوبة. بالنسبة للوضع الجوي خلال نهاية هذا الأسبوع فإنه يمتاز بأجواء عموما مقبولة مستقرة، نردوا بالنا. هذه خلاص ممكن الوضع الجوي اليوم، نشاط الخلايا الرعدية في فترة ما بعد الظهر، نحاولوا نتجنبوا أوقات الذروة الحرارية بداية من الغدوة من 11 تصبح حتى 4 متاع العشية، باعتبار أنه عنوان الطقس الملازع هو ارتفاع درجات الحرارة. ربي يعطينا كل شيء بلطف وربي يحفظ تونس كل ويمكن. يعطيك الصحة، شكرا لك محرز. إذا هذه حالة الطقس كالعادة ديما فما تذبذب بين سخانة وبين فما أمطار وغيره، إن شاء الله ربي يركح الأمور ونستقروا معناتها نفهم رواحنا. هذه هي المعروف عليها، هي يعني عادي، يعني قاعد يصير مش تابع التغيرات المناخيه ولا غيره، معناتها هو عادي. هذه هي ملامح الطقس في الفترات هذه العشريه الاولى وحتى العشريه الثانيه للشهر جوان، تقريبا المعروف هو فتره تفاعل من بين الكتل الهوائيه الحاره نظرا لارتفاع درجه الحراره، بعض التسربات الهوائيه البارده نحكيو على طاقه الرفع الحراري اللي تؤدي لتشكل خلايا رعديه خصوصا في المناطق الغربيه، نعرفوا دور التضاريسه في تكون وتشكل سحب رعديه من نوع هذا، سحب رعديه ركاميه. الإنسان يحاول يكون متابع الوضع الجوي، وربي يعطينا كل شيء باللطف وربي يحفظ تونس كل. إن شاء الله إن شاء الله، شكرا.